طابت أوقاتكم مشاهدي إنفو لايف تي في، ها أنا فراس حامد أعود إليكم مرة أخرى مع الزاوية الأسبوعية. في الحلقات السابقة تحدثت بشكل مستمر عن أمور إخبارية من العالم العربي، أما اليوم فالموضوع سيكون مختلف بعض الشيء، وليس عن الموسيقى كما قلنا، وإنما جنس ومنصب المرأة في العالم العربي. فالجنس هو موضوع معقد ومركب في المجتمع العربي، من الصعب الحديث عنه بشكل علني، حتى أن دولا إسلامية كثيرة كالسعودية والبحرين والقطر حاربت الجنس وموقف المرأة، حيث فرضت شرائع الإسلام على المرأة وهو لبس الحجاب وتغطية الجسد بأكمله، وهذا ما سنراه في غزة قريبا تحت سيطرة حماس الإسلامية. العالم العربي يتعامل مع المرأة كأنها شيء هامشي ومحطة للاستهزاء وخادمة للرجال. الآن سوف نتحدث عن رجل مصري اسمه سيد محمد أحمد عبد الله، ويلقب شمشون الجبار بسبب قوته الخارقة، وهو في جيل الستين. سنراه الآن يختبر قواه في لف عملات من الحديد، ويجب الذكر بأنه يرفع السيارات وأطنانا من الأوزان. سنرى الآن سويا. لكن هذا ليس الأمر الوحيد الذي يميزه عن الآخرين، فلديه قوة جنسية خارقة والتي جلبت له الشهرة في العالم العربي، فقد تزوج من 28 امرأة ولديه 35 ولدا. قبل قليل تحدثنا أن الجنس في العالم العربي ليس تحت إطار حديث اليوم، لكن الآن سوف نرى لقاء مع شمشون الجبار الذي يعطينا نصيحة بشأن الجنس ويتحدث بعلانية عن حياته الجنسية. حتى ولو انتبهت إلى الرجل الذي يجري اللقاء في المحطة التلفزيونية للاحظ كم هو مربك وخجول من هذا الأمر. انت عندك 35 عيل وما شاء الله الله أكبر اتجوزت 28 ست، يعني انت عندك طاقة جنسية او رغبة جنسية قوية جدا، فلازم اجتماع جنسي يوماتي 15 مرة بتعريف طبي كله 15 مرة اجتماع جنسي مع زوجاتك ده كل يوم كل يوم ازاي يعني؟ لا اله الا الله، يعني بيقدروا طبعا ما انا معايا اربعه ست معايا اربعه امال انا اخد الاربعه ليه؟ ما اصل لو معايا واحده او اثنين مش هينفع. الآن سوف أخذكم إلى مكان آخر. نحن نعرف جيدا منصب المرأة في المجتمع الإيراني، ونتذكر جيدا شرطة التواضع وكيفية تعاملها مع النساء. لذلك على ما يبدو الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إيران خلقت ظاهرة جديدة تتعلق بالجنس، وهي اختطاف البنات والتعرف عليهم بعد تحميلهم في السيارات. هذا ما يقوم به الشباب الإيرانيين في الآونة الأخيرة من أجل التسلية ونسيان كبت السلطة الإيرانية على الجيل الصاعد، وهذا ما يحصل في شوارع طهران. يجب الذكر بأن المرأة في الحياة الإسلامية مكبوتة ومقيدة وتتمشى حسب أوامر الرجل، حتى أن القرآن الكريم يميز بين الرجل والمرأة في الإرث. عودتنا إلى طهران لنسمع ما رأي الشباب بهذه الظاهرة وبما يقوم به. دارشون که آشنان سوار میکنیم دیگه. بس سوار میکنید چی میشه اون وقت اتفاق میفته؟ هیچ چی میبینیم یه دور میچرخیم بعد پیادهشون میکنیم. یه دور میچرخین؟ یه دور میچرخین چیکار میکنید توی یه دور چرخین؟ من بالاخره تفریح دیگه نداریم که کجا بریم باهاشون. هر جا بریم میگیرن. خب میدونم بعد مثلا صحبت چی میکنی؟ مثلا تو ماشین نشستین یه دور میچرخین صحبت چی میکنی؟ هیچ. اسمت چیه؟ حالت چطوره؟ همین در حد اسمت چیه؟ حالت چطوره؟ خب همینا رو میگن دیگه. دیگه دو تا تفریحت بود. آه تزریق بازی هم میکنن، خون بازی میدونی چی؟ جدی واسه سرگرمی چی میشه تهش؟ میخوام بدونم. خدا همین سرگرمیمون. بیام اینجا واسه تیکه بدازیم، یه شماره بدیم، زنگ بزنه صحبت کنیم، فردا قرار کنیم دوباره بریم سراغ یکی دیگه. زنگ بزنه مسخره بازی. چه اگه سرگرمی باشه هیچ وقت این کارو نمیکنه. سرگرمی نه. یا یارو میره معتاد میشه یا سیگار میکشه یا این کارا رو بعد بکنید.
كما تقول الطبيعة الكبت يولد الانفجار، فما نراه في إيران من كبت للبنات والذي من شأنه أن يسبب إلى انحلال المجتمع النسائي، فلنسمع ما رأي البنات بهذه الظاهرة فلا تتفاجأوا من أجوبتهم، فعلى ما يبدو أعين السلطة الإيرانية غامضة أحيانا. چند درصد از اون پسرایی که حالا هر روز واسه شما بوق میزنن چراغ میزنن ماشین نگم دارن الان یه ماشین جا در ماشینم براتون خیلی محترمانه باز کرد درسته؟ خب این کارا رو انجام چه چند درصد از اینها واقعا اون پسر خوبه؟ هیچ کدومشون پسر خوبه نیستن، هیچ کدومشون، فقط واسه سرگرمیه همین، یه چیزی بکنی ازشون سرت گرم باشه همین. تو خودت یعنی نظر داری که فقط یه چیزی بکنی ازش یا مسیر تو بری یا مثلا بگی فردا روز تولدم یه کادو بگیری؟ نه نظر خودم اینه که مقصدم برسم. اگر میاد نمیشه گفت هر کی بگه نمیکنه اشتباه میگه. سرگرمی تفریح شاید در همین مسیری دوست خوبم آدم یه يجب الذكر بأن هذه الظاهرة في إيران عقوبتها سنتين سجن أو أكثر، لكن على ما يبدو الضيق والواقع الصعب في إيران أقوى من السلطة، لذلك نرى هذه الظواهر بين المجتمع الإيراني، لكن دعنا نقول بأنه من المفضل أن إيران تنشغل بهذه الأمور وتنسى البرنامج النووي الإيراني ولو للحظة. شكرا لمشاهدتكم وطابت أوقاتكم، وسوف أعود إليكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.